ختام رحلتنا الصباحية سلمى لليوم موضوع بهم كل الأمهات والسيدات اللي عم يتابعونا، التغذية الصحية السليمة للأطفال. يمكن كل الأمهات بتلاقيها عم تعاني، بتقول لك ابني ما عم أقدر طعميه كثير، بيعذبني بالأكل، وبنفس الوقت شو هو الأكل الصحي والسليم لإله. وأساسا كمان الغلاء بيلعب دور اليوم ضمن صحيح، ممكن الوضع الاقتصادي المعيشي صعب، فهي الموازنة نوعا ما بتحاول كل الأمهات يمكن تلعبها مع أولادها. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا أخصائية التغذية دعاء الخطيب ماجستير في العلوم الصحية. يسعد صباحك صباح وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دعاء، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. رح نبلش يعني موضوع كثير مهم، كنا عم نحكي تحت الهواء قبل ما نبلش، ويمكن أنا شاهد على معاناة نور مع ليلي من أول السنوات الأولى، قديه صعب الأم إنه هي تقدم التغذية، وفي معادلة صعبة إنه أنا بدي أقدم كل المكونات الضرورية لنمو الجسم، وهي المكونات مو كل الأطفال بيستسيغوها، إنه لا ما بدي أكل هذا النوع من الخضار، ما بدي أكل هذا النوع من الفواكه، باللا شعور بيروحوا على الأكلات اللي هي نحن بنسميها الأكلات الطيبة يعني. فخلينا نحكي شو الأساس للتغذية الصحية بالأعمار الصغيرة قبل ما نبلش بقى ونفوت على الطريقة. أول شيء بالعمر المبكر بيكون الطفل طالع من مرحلة إنه هو انفطم عن حليب الأم أو الحليب العادي، فهي المرحلة الأم بتلاقي صعوبة إنه هي شو الشيء اللي بدها تأقلم ابنها فيه. فهو بلش عم بتعرف على الأشياء بشكل بسيط، بده يحمل الشوكة، يحمل السكينة، يشرب بالكاسة، فهي الأمور عند الأم بتحسها يعني بأول فترة مربكة، لأنه هي ما لعرفانة شو الصح وشو الغلط، وما لعرفانة شو الوزن المثالي اللي لازم هو الطفل إنه يزيده كل شهر أو معدل السنة كلياتها كطول وكوزن. فأنا دائما براعي الموضوع الأم، بنعرف إحنا هاي الأعمار إنه هي كتير بتحب الأكلات الطيبة، نحن ما فينا نمنع الطفل إنه يأكل هاي الأكلات الطيبة، ونعمل نظام صارم إنه ممنوع، لأنه أنت كل ما منعت الطفل عن شيء كل ما زادت الرغبة عنده لهو ياكله. ما فيك تمنعيه أنت عادة، مو بس هيك، أنت يعني بالنسبة له أول فترة هو ملازمك طول الوقت، بس فيما بعد رح يفوت على المدرسة، رح يصير في محيط اللي هو الأساتذة، المدرسة، زملائه، فأكيد أنت طول الوقت مشيتي لنفرض عن نظام صحي، فات على المدرسة بده يشوف رفقاته شو عم ياكله، فأنا ما فيني أمنعه، المفروض إني أنا أسمح له بمعدل مرتين بالأسبوع، وحصرا تكون فترة الصبح للأكلات الطيبة سواء شوكولا، شيبسات أو غير شيء. وفينا نحن نعود مثلا دائما انه انا مثلا فيني بالبيت اعمل له سناك بسيط، هو بوشار، اعمل له بوشار مثلا، ملح له اياه شوي، بحيث انه انا في شغلات بحبها برا فيني اعمل له اياها جوا، اجذبه شوي بس بيكون بشكل صحي. بس لما نقول مرتين بالاسبوع مثلا، بتقول لك وانا ابني مثلا بيطلع من المدرسه او بالمدرسه او بالروضه، بنعرف من رفقاته او بيشتري، هي شو مرتين بالاسبوع يعني انا شو فيني طعميه بسمح له، وبنفس الوقت ممكن تقول لك انا عم طعميه ممكن مرق له، العب على بعض التفاصيل، بسكوت ساده يعني انه بسكوت صغيره، بس هو عنده طقس كل يوم هو راجع بده يشتري مثلا من السوبر ماركت. هي المعادله كمان فينا بتلعب عليها الام بهذا طبعا التفصيل. هلا هو دائما شيء، اي شيء بالحياه هو موضوع تعود، وما فيك انت تبلشي بشيء جديد غير ما تعملي عمليه سحب تدريجي للشيء اللي هو متعود عليه. مثلا هو اللي نفرض متعود كل يوم ياكل هاي الاكلات، بدنا نحاول يوم بعد يوم انه احنا يوم نخفف، كل يومين نخفف، كل ثلاث ايام نخفف، مره بعد مره لما انت عم تخففي هاي المواد تفوتي له مواد صحيه اكثر، صار في شيء اسمه تعود. هو بالحياه كل شيء تعود، يعني انت ابنك مثلا اللي نفرض بحب الشوكولا ياكلها كل يوم، فانا ممكن اني انا ضل طعميها مثلا بدل قطعه كبيره كل يوم قطعه صغيره كل يوم، بعدين بدل كل يوم يوم ايه يوم لا، بحيث انه انا اتخلص من هاي العاده اللي هي عاده يوميه. طيب كمان يعني كثير اسئله بتخطر على بال الاهل انه انا كيف بدي ادخل له الغذاء الصحي بشكل متوازن. نحكي عن اهم الاغذيه اللي لازم تكون موجوده، نبلش مثلا من عمر بعد هن تقريبا بعد 6 شهور بيسمحوا لهم يبلشوا يدخلوا من عمر السنة. هلا من عمر السنة. طيب انا كيف بلش ادخل الاكل، شو الشغلات، الطريقه، الوقت، يعني شوي شوي نحكي عنه. هلا دائما بعمر السنه هو بنرجع بنقول هلا هو الحد الاقصى انك انت تفطمي الطفل الرضيع لعمر السنتين. صحيح، لانه هو بحاجه لحليب الام، حليب الام هو مضاد اكسده، فيه مناعه، فيه مناعه، كل ما كانت فتره الرضاعه هي فتره اطول ريحك فيما بعد، ما عاد في فوته متواصله على الدكاتره، قلت الامراض، قلت العدوى، قلت حالات الالتهابيه عنده. فنحن لنفرض انه احنا مثلا فطمنا الطفل من عمر السنه ونص لنفرض لعمر السنتين، بدنا نبلش نحن قبل السنتين
نفوت اطعمه بشكل احنا مطحونه مهروسه مسلوقه نطري له اياها بحيث انه احنا نساعده، لانه بيكون مو اغلب الاطفال بيطلع لهم اسنان بهي الاعمار، بيكون يعني لنفرض من السنه وانت طالع في موضوع اسنان، فاحنا بنراعي هذا الموضوع. الاكل ما بيصير يفوت قبل ما يطلع الاسنان؟ هلا مو هلا مبلا اكيد بدنا نفوت له اكل قبل ما يطلع له اسنان، بس الاكل بده يحاول يكون القوام مناسب مع عمر الطفل. لنفرض انه مثلا بدي طعميه موز بدي اهرس له اياها، او ممكن مثلا اضرب له اياها على الخلاط مع شقفه تفاحه او تمره مثلا لهي الاعمار، بشكل تدريجي ببلش له انا فوت له العناصر الغذائيه مره على مره، بحيث هو ليوصل عمر يصير ياكل مثلي يعني مثلك صحيح. مثل اي حدا طبيعي الاكلات العاديه. طب خلينا نحكي عن مرحلة ببلشوا ايش بعد السنتين، يعني لما يكتملوا الاسنان او الضراس عند الطفل، كيف الام ممكن تبلش الطعميه والحصص الغذائيه؟ يعني انا مثلا نعرف الطفل حصص غذائيه بسيطه صغيره، ما بياكل كميات كبيره مثل الكبار والسناكات المختلفه، وبنفس الوقت شو هي الحصص الغذائيه لازم تدخل لجسمه مع مراعاه الظروف الاقتصاديه؟ يعني انا ما فيني اقول لام ولا لازم تعطيه كمشه مكسرات وكمشه، ونحن بنعرف الاحوال الماديه والصعبه اليوم، الاعتدال يعني انا اقدر يعني امسك الاشياء من الطرفين. هلا احنا دائما حديثنا رح يكون موجه للفئه ذوي الدخل المحدود، تمام، لنحنا انه نقدر انه احنا نوصل لهم فكره، نوصل لهم فكره انه انت كيف تحاولي انه يتبع طفل عندك نظام غذائي صحي. نحن اهم شيء انه ما نجبر الطفل على الاكل وهو شبعان، جوعان طعمي شبع خلص نوقف، ما نجبره انه يكمل صحنه، ما نجبره يضل قاعد على السفره اذا هو خلص صحنه واحنا لساعتنا ما خلصنا، لانه مره على مره بصير عنده نوع من انواع فقدان الشهيه، ما عاد يقدر يتقبل الاكل، فاحنا بدنا نحاول نراعي موضوع شعور الجوع وشعور الشبع لدى الطفل. ثاني شغله هو الطفل بيجوع بحاله واحده بس قبل النوم بالضبط انا بدي اكل مو حسب، في انواع من الاطفال اللي هن عندهم فرط نشاط حركي فهن بحاجه دائما للاكل، فانت كل ما حرك اكثر بدك تمشي له موضوع انه وجبه اكثر، فاحنا بالنسبه لهي الفئه من الاطفال بدنا نحاول نحن انه نجيب لهم مثلا صحن شكل العاب شوكه بشكل لعبه شلمونه، هي يراعي الطفل تخليه يحب الاكل. موضوع العناصر الغذائيه نفس العناصر الغذائيه للبالغين، انه المحتوى الغذائي بده يحتوي على كارب على بروتين على دهون صحيه، وبيناتهم بده يكون سناكات اللي هي خضره فواكه، فنحن بدنا نحاول انه الوجبه تكون متكامله، الطعم الطفل وجبه متكامله مثله مثل البالغين، بس الكميه بتختلف حسب صحيح. عمره حسب جنسه حسب نشاطه الفيزيائي حسب وزنه حسب اذا عنده مثلا فوتين له لنفرض نشاط زياده بدنا نزيد له كميه الاكل. اما بالنسبه للكميه فنحن بنبلش دائما لكل سنه معلقه صغيره، هيك احنا العيار بيكون، بنحاول احنا ما نكتر له المعالق لحتى هو ما يكره الاكل، خلص اول معلقه لنفرض عمره سنتين معلقتين خلصهم، ممكن نحط له معلقه ثالثه اذا حسيناه هو لساته جوعان عنده شهيه للاكل، اما مو جوعان بنحاول بعدا نمضمض له تمه بمي بحيث انه احنا يتخلص من باقي الاكل وخلص هو بيكون شبع. أكيد. طيب خلينا نحكي كمان دعاء، اليوم في عنا حالات مختلفة، يعني صح الرائج هلأ أنه الأطفال بيعزبوا أهليهم وعنا نحافة كتير موجودة صرنا عم نشوفها، بس أيضا في حالات موجودة اللي هي البدانة عند الأطفال صحيح. يعني الناس بتنعجب فيها بدل ما تحس أنه هي ممكن يكون مشكلة تسبب له للطفل بهذا العمر مشاكل صحية مع الوقت تتراكم، صرنا نشوف بالعيادات اطفال 15 و16 سنه بدهم يعملوا نظام غذائي لينحفوا، هي مشكله كثير كبيره، يعني انه نحن نبلش بالحرمان من هذا الوقت بسبب انه هو صغير اهله يلا موديله حلو كربوج وهو سمين طعمه اكثر طعمه اكثر. بنحكي عن هذا تماماً. الموضوع نحن دائما الفكره الاساسيه اللي بدنا نحاول نسلط الضوء عليها انه مو الاكل هو السبب الرئيسي دائما بموضوع البدانه، نحن لما نبلش نفوت الاكل للاطفال بعمر معين احنا مو بس البدانه بدنا نعاني منها، ممكن يصير في عنا مثلا امساك، لانه انت لما بلشتي غيرتي قوام الاكل ممكن هذا الشخص معدته مو متعوده، فاحنا فورا فوتنا له اكل لنفرض رز وبطاطا، بس هو بحاجه بالمقابل لشيء اسمه الياف مشان معدته تضل محافظه على حركته وما يعاني من امساك، فاحنا نتيجه انه احنا نوعنا بالاكل واكل ما كان صحي فهذا الشخص بلش يعاني من اعراض، واغلب الاعراض الشائعه او الامراض الشائعه بهي الاعمار هي عوز الحديد. عوز الحديد سببه هو فقر دم بعوز الحديد، انه الوجبه اللي عم ياكلها الطفل ما عم تحوي على كميه كافيه من الحديد. السبب الثاني اغلب الاطفال بتلاقيهم عندهم شيء اسمه تسوس اسنان،
لانه كثير بقلب النهار بيشربوا عصائر، بيشربوا حليب وحلويات. العصير والحليب هن المصدر الرئيسي للبكتيريا. صحيح. وما عم بيصير بعدهم موضوع انه انت يفرشي الطفل اسنانه، هي اثنين. بعض الاطفال ما بيشربوا كميه كافيه من المي، كمان سبب انه بعض الاطفال بيعانوا من تجفاف امساك. واخر موضوع اللي هو البدانه، فالبدانه بتجي هي احد الاسباب اللي ممكن تتعدد بعد عده امراض سببها انه احنا نوعنا بالمصادر الغذائيه للطفل. والبدانه دائما ما بتكون هي سبب الاغذيه، ممكن بعد ما يتاكدوا الاهل انه ما عنده مشكله او اضطراب هرموني او مثلا في عنده مشكله مرضيه سبب البدانه، فاحنا بنروح ندور على نشاط هذا الطفل. هو بقلب النهار شو عم يعمل؟ في اطفال بيضلوا على الميديا تقريبا 6 ساعات قاعدين على شاشه تلفون او على شاشه التلفزيون. فانا هذا الطفل ما عنده نشاط حركي، اكل وقعد. تمام، راح اكل قطعه كيك وقعد، اكل وجبه الفطور وقعد. فانا دائما لحتى اتخطى هاي المرحله بدي احاول انا ارفع من ثقه الطفل بنفسه. دائما الاطفال اللي عندهم بدانه بتحسي ما عندهم ثقه بنفسهم، بخافوا يواجهوا اي محيط، بخافوا حتى يطلعوا، والسبب هو البيئه المحيطه فيهم اللي هن النطاق الضيق الاهل. صحيح. فبحسوا دائما انه في تنمر عليهم. لا، انا لحتى اطلع من هاي المرحله عندي 3 خطط، خطه غذائيه وخطه حركيه وخطه سلوكيه. خطة السلوكية بتبلش اني انا ادعمه نفسيا لهذا الطفل، انه يا عمري شكلك كتير حلو، بس انا لو كنت هيك كان سهل عليك تلعب هاي الرياضة المعينة، لانه هاي الرياضة الى نوع معين بستايل معين بشكل معين. فانا بدي شجعه مرة على مرة يحب شكله لحتى يوصل للشكل اللي هو بحلم فيه. واحد، اثنين، هذا الطفل عم بتعرض طبعا للمحيط الخارجي، لنظرات انه هو غير الاشخاص التانين، هو شكله سمين لنفرد او كذا. بدي احاول انا اني افرد له او مو افرد له، فوت له نشاط ببرنامجه اليوم. اذا ما عنده القدره هو يسجل بجيم او يروح سباحه او هي، ممكن انه يمشي بمعدل 30 دقيقه كل يوم. فوتنا نشاط بقلب برنامجه اليومي. بحاول اني انا ما اعطي الاكل انه مثلا عمل شيء منيح كافئه بالاكل، انه ماما انت عملت شيء منيح انا بدي كافئك بالاكل، رح اعطيك هاي الكروسان او رح اعطيك هاي الجوز او كذا. فحاول انا فوت له مكافآت غير موضوع الاكل، حاول نوع له بنظامه الغذائي. يعني اغلب الاطفال اللي عندهم بدانه موضوع الكوليسترول السيء ال LDL كثير بيكون عندهم عالي، والسبب هو الوجبات السريعه اللي بياكلوها. بتطلعي على القصه العائليه بتلاقي حتى العائله سواء عندها نفس المشكله او الام عندهم بدانه. فانا ما فيني لوم الطفل، لانه دائما الطفل بيكون مرايه أو هو صورة انعكاس لأهله. صحيح، مية مية. فنحن بدنا نشوف الأهل والطفل هو بيكون صورة انعكاس. فنحن دائما بدنا نراعي موضوع أنه هذا الطفل بدنا نحاول نفوت له نظام غذائي متعدد بأكله، يحوي على بروتين وكارب وغذاء صحي وأحماض، ونحاول نبعده عن الوجبات السريعة، نضيف له مي زيادة، نضيف له فواكه، نضيف له خضروات، لأنه الفواكه والخضروات فيها ألياف، فهي دائما بتحسسه بموضوع الشبع. ونحاول نختار أغذية انتقائية، مو أغذية الطاقة إنه هو مجرد أكله بعد نص ساعة جاع. لا، بدي حاول أنا مثلاً لنفرض على الفطور طعمية بيضة وكاسة حليب، ومثلاً لنفرض رغيف خبز قمح كامل. فهي الوجبة هي وجبة كاملة بتخليه شبعان لنفرض 3 ساعات أو 4 ساعات، وعطيته طاقة منها. وفي طاقة أكيد. أكيد. بالختام نشكرك أخصائية التغذية دعاء الخطيب على وجودك معنا. الوقت خلص بسرعة، بس حكينا عن نقاط كتير مهمة بتهم كل الأمهات اليوم. شكرا كتير إليك. سعد لي صباحكم، يعطيكم العافية. شكرا إليك، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. سعد صباحكم.